بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يا من ادعيت أنك خلقت بالصدفة ودعوت إلى الإلحاد ونكرت إن الله خالق الأرض والسماء وما فيهما وبينهما من الجماد والأحياء، فاعلم إنك فان ولا منة لأحد على الخالق المنان. حللت المسكرات وفتحت بابا للمخدرات ودعوت الخلود ونسيت أن الحمد لله وحده على نعمة الوجود. الله ربي هو خالق الأكوان واثبت لكم بالدليل خلق الإنسان أقنع النجار إن الباب أتى صدق لن يقتنع لأن الباب صنع على الغرف إذن يسير كل شيء في خط مستقيم لن يتساوى أبدا الجهل والحكم. كذبتم وصدقتم أن كيف قد نمت من خلق صدق إذن ومن أين أتى؟ الله ربي فرد صمد، الله ربي لا لم يلد، الله ربي واحد أحد، الله ربي فرد صمد، الله ربي لا لم يلد، الله ربي واحد أحد. تسألني إن مت ولم أجد الله ليس كشعورك إن مت وتلقاه، أقنعني أن لا إله يوجد البشر وبعدها أقنعني كيف ينبت الشجر. هل الصدفة التي أتت بنطفة الذكر والصدفة التي خلقت الحوت في البحر؟ ربي لقد أعلى نبي الأمين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله ربي فرد صمد، الله ربي لا لم يلد، الله ربي فرد صمد، الله ربي لا لم يلد، الله ربي واحد أحد، الله ربي واحد أحد. قلتم بأن هذه قضية علمية، ماذا؟ صعود الماء إلى السماء وإنزال المطر إلى الكرة الأرضية والليل والنهار والشمس والنجوم والكواكب في مدار. عرف بعلمك الصدفة وأعطني قرار. لماذا؟ لماذا طير لا يسقط بحكم الجاذبية؟ لماذا؟ لماذا الإنسان يعيش في الكرة الأرضية؟ لماذا؟ من أين جاءت الذرة وكونت خلية؟ هل السيارة وحدها تسير في الشوارع؟ حتى الحمار في هذه القضية غير قانع. الله ربي فرد صمد، الله ربي لا لا، الله ربي واحد أحد، الله ربي فرد صمد، الله ربي لا لم يلد، الله ربي واحد أحد. قلتم بأن هذه قضية علمية، صعود الماء إلى السماء وإنزال المطر إلى الكرة الأرضية والليل والنهار والشمس والنجوم والكواكب في مدار. عرف بعلمك الصدفة وأعطني قرار. عرف بعلمك الصدفة وأعطني قرار. هل السيارة وحدها تسير في شوارع؟ أخبرتم الناس بأنه نظام كان منذ زمان، أقنعتم الجاهل فقط من دون إبرام. من كون الكان إذن وقيد المكان؟ الله ربي فرد صمد، الله ربي لا لم يلد، الله ربي واحد أحد، الله ربي واحد أحد، الله ربي فرد صمد، الله ربي لا لم يلد، الله ربي واحد أحد، الله ربي. قلتم بأن هذه قضية علمية، صعود الماء إلى السماء وإنزال المطر إلى الكرة الأرضية والليل والنهار والشمس والنجوم والكواكب في مدار. عرف بعلمك الصدفة وأعطني قرار. أخبرتم الناس بأنه نظام كان زمان، أقنعتم الجهل فقط من دون عبرة. من كون الكان إذن وقيد المكان؟ الله ربي لا لم يلد، الله ربي فرد صمد، الله ربي واحد أحد.
واحد احد. لماذا لماذا الطير لا يسقط بحكم الجاذبية؟ لماذا لماذا الإنسان يعيش في الكرة الأرضية؟ من أين جاءت الذرة وكونت خلية؟ هل السيارة وحدها تسير في الشوارع؟ حتى الحمار في هذه القضية غير قانع. وبعضكم يقول لي نعم يوجد إله، والكون هذا ربنا هو الذي بناه، ولم يسير للبشر رسل وأنبياء. كلام فارغ هذا شبك وفي هواء. لما يضع مع التلفاز دفتر تعليمات؟ أخبرني كيف الناس تقود المركبات. إذا لكل شيء هناك إرشادات، فكيف هذا الكون وهذه المخلوقات؟ الله ربي فرد صمد. الله ربي لا لم يلد واحد أحد. الله ربي واحد أحد. الله ربي فرد صمد. الله ربي لا لم يلد. الله ربي واحد أحد. هو خالق الأكوان واثبت لكم بالدليل خلق الإنسان أقنع النجار. إن الباب أتى صدفة، لن يقتنع لأن الباب صنع على الرب. إذا يسير كل شيء في خط مستقيم، لن يتساوى أبدا الجهل والحكيم. كذبت من صدقت من كيف قد نمت، من خلق صدفة إذا ومن أين أتى؟ تسألني إن مت ولم أجد الله، ليس كشعورك إن مت وتقى. أقنعني أن لا إله يوجد البشر، وبعدها أقنعني كيف ينبت الشجر. هل الصدفة التي أتت من نطفة الذكر، والصدفة التي خلقت الحوت في البحر؟ ربي لقد أوحى لنبيه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله ربي فرد صمد. الله ربي لا لم يلد. الله ربي واحد أحد. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا هو، نحمده ونشكره وندعوه ونسبحه. ربنا تب علينا بما فينا يا الله. الله ربي لا لم يلد. الله ربي فرد صمد.